أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: والدي توفي منذ حوالي سنة ودائما ما أزوره في قبره وأدعو له بأن يرفع الله درجته في الجنة وأن يوسع له في قبره، هل دعائي هذا صحيح؟ وهل يجب استقبال القبلة؟ وما أفضل الدعاء؟ أثابكم الله. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وأكثر الله من أمثالك. لا شك أن هذه نعمة من الله عز وجل عليك أن توفق لبر والدك بعد وفاته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حفظ العهد من الإيمان، فبينك وبين أبيك عهد وعهود، وبينك وبين أبيك وشائج، هي أعظم الوشائج بعد التوحيد وحق الله عز وجل. وإذا وصلت أباك وزرت قبره وترحمت عليه وكنت دائما تذكر في دعواتك وفي مضان الإجابة في السجود وأدبار الصلوات المكتوبات، فإن هذا كله يرفع الله به درجتك. هذا هو البر، وهو أصدق البر، لأن البر بعد الوفاة أقوى وأبلغ ما يكون، لأن البر في الحياة قد يدخله العجب، وقد يكون خوفا من الأب، وقد يكون طلبا لمرضاته، ولكن بعد وفاة الوالد والوالدة زيارة الإنسان لقبر الوالدين وترحم على الوالدين وكثرة ذكر فضائلهما وذكر حسناتهم والكف عن سيئاتهم، هذا كله من البر يوفق له الصالحون ويحرمه المحرومون. فيحرص المسلم على أن لا ينسى والديه، والذي يذكر والديه هذا دليل على وفائه وصدقه وحفظه للعهد. ومن اللؤم نسيان الفضل، فأهل الفضل لا ينسون الفضل، فأكثر من الترحم على والديك وذكرهما، واستمر على هذا من زيارتك لأبيك، لأن زيارة القبر للوالدين أبلغ في التأثر وأبلغ في الدعاء بحضور قلب، أن الإنسان يتذكر والديه ويتذكر من الذي في داخل القبر من والد طالما رباه وطالما أحسن إليه، يتذكر ذلك الجسد الذي طالما ضني وتعب وشقي من أجل أن يسعده، ويتذكر هذا الأب الذي رباه على مكارم الأخلاق ومحاسنها، ولو كان شديدا ولو كان فظا فإنه يسامحه ويدعو له بالرحمة ويسأل الله عز وجل أن يصلح له في القبر وأن يتجاوز عنه، ويتذكر هذه الأمة الحنون التي طالما ربت وطالما أحسنت طالما أكرمت، فيدعو الله عز وجل بالصدق. ثم إنه يعتبر في حال هذه الدنيا كيف كان بالأمس تحت والديه والآن والداه تحت الثرى تحته، فهذا كله يهز القلوب ويذكرها بالله عز وجل ويجعلها تحتقر الدنيا. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فإنك إذا زرت الحبيب والعزيز عليك الذي كان بالأمس بين يديك، فطالما نظرت إليه وطالما هش في وجهك وبش، خاصة الوالدان اللذان طالما أكرماك وأحسنا إليك، فإذا فجعت بهما ورأيتهما تحت الثرى، فإن هذا يحرك القلب إلى الصدق في سؤال الله عز وجل ودعائه والتضرع إليه أن الله يرحمهما ويتجاوز عنهما. وإذا دعا الولد لوالديه فالغالب أنه يصدق في دعائه. وأما قولك هل يجب استقبال القبلة؟ الجواب: لا يجب استقبال القبلة في الزيارة غير استقبال القبلة بعد الدفن. في الزيارة ثبت فيها حديث عائشة رضي الله عنها أنه استقبل القبلة ورفع كفه حينما زار قبور أهل البقيع صلوات الله وسلامه عليه في جوف الليل، وأنه استقبل القبلة وقام قياما طويلا صلوات الله وسلامه عليه يضرع إلى ربه، ولذلك قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها بصلاة عليهم. فهذا يدل على أنه ينبغي للمسلمين أن يذكروا إخوانهم الأموات، وأن القبور مملوءة ظلمة على أهل القبور، وأنهم بحاجة إلى دعائهم. فشرع للأمة صلوات الله وسلامه عليه الزيارة بعد الموت وبعد الدفن، وللوالدين أحق وأوجب. وأما بالنسبة لسؤالك هل يجب استقبال القبلة، السؤال الثاني: هل يجب استقبال القبلة وما أفضل الدعاء؟ أفضل الدعاء أن تسأل الله عز وجل أن يزحزحهما عن النار وأن يدخلهما الجنة، فتسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذهما من النار. وما أسعدك إذا دعوت لوالديك واستجاب الله دعائك فكتب الله النجاة والسلامة لوالديك من النار. ما أسعدك بوالديك وما أسعد والداك بك، هذه أمور يجد فيها الإنسان ويجتهد. أما الغفلة ونسيان الحق هذا لا خير فيه. يسعى الإنسان في بره لوالدين يقدم لهم أعز ما يستطيع، وأعز شيء تقدمه لهما ما يكون به الفوز العظيم، وهو النجاة من النار والفوز بالجنة.
ولذلك قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فإذا دعوت لوالديك بهذه الدعوة فقد دعوت لهما بالفوز العظيم، تقول: اللهم ارحمهما، اللهم زحزحهما عن النار وأدخلهما الجنة. كذلك أيضا تدعو لوالديك أن يعيذهم الله من عذاب القبر، لأنهما في أمر عظيم، الله يعلم ما هو حال الوالدين الآن، فهما محتاجان إلى دعوة، فأحوج ما يكونان إليك الآن أن تذكرهما. وقد تكون وأنت في صلاتك أو في مضان الإجابة تقول: اللهم ارحم والدي، تقولها كلمة يسيرة لكن ما تعلم مقدار هذه الكلمة وكم يكون منها من الخير لوالديك. وقد تصادف عذابا وقد تصادف بلاء فتقول: اللهم ارحمهما فيخفف عنهما أو يزال عنهما العذاب، فتسأل الله لوالديك الرحمة أن يعيذهما من عذاب القبر، أن أمر القبر أمره عظيم، وتسأل الله عز وجل أن يعيذهما من الحساب ومؤونة الحساب. وهناك أمران مهمان في الميت: أن يسلمه الله من حقه وأن يسلمه الله من حقوق العباد. فاسأل ربك أن يخلص والديك من حقوق الله كالصلوات والزكوات والصيام والحج والعمرة، وتسأل الله أن يسامح والديك في ذلك، وتضرع إلى الله وتقول: رب ارحم ضعفهما وارحم مقام مصيرهما إليك، اللهم لا تعذبهما بحق فيما بينهما وبينك، وتضرع إلى الله وتكون شفيعا، لأن الله يحب منك هذا: إنه كان للأوابين غفورا. ذكر هذه الآية بعد ذكره للبر، قال: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين. إن علم في نفوسكم أنكم تحبون الوالدين وأنكم تريدون بر الوالدين، ولكنكم الإنسان بشر ضعيف لا يستطيع أن يملك لوالديه نفعا ولا ضرا، فيكون في قرارة قلبه يتمنى لوالديه كل خير ولكن لا يستطيع أن يبلغ ذلك، لكن الله يبلغه بنيته. ولذلك قال: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين، فإنه كان للأوابين غفورا. فتسأل الله لوالديك أن يعيذهما من حقه العظيم في الصلوات والزكوات، تسأل الله أن يسامحهما، أن يتجاوز عنهما في كل صلاة وفي كل زكاة وفي كل حق من حقوق الله عز وجل ضيعاه أو قصر فيه أو منعاه. وتسأل الله عز وجل في حقوق العباد أن يخلصهما من حقوق العباد، وتضرع إلى الله وتستعيذ بالله أن يعذب بحق أو مظلمة، وتسأل الله أن يتحمل عنهم حقوق العباد، وتضرع إلى الله أن يبلغهم الجنة بلا سبق حساب ولا عذاب ولا عتاب، ونحو ذلك من المسائل. لا يزال البار الرضي في بره يضرع إلى ربه في بر الوالدين حتى يكون أسعد ولد بوالديه، لا يزال البار بر الوالدين بين عينيه قائما وقاعدا، لأنه ليس هناك قربة بعد توحيد الله والقيام بحقه مثل بر الوالدين. فإذا برت والديك أحياء وأمواتا، أحياء قدمت ما تستطيع وأمواتا بعد موتهما ما تنساهما، تذكرهما في دعواتك وفي مضان الإجابة، وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا في هذه المسائل، ثم تسأل الله لهم علو الدرجة في الجنة، وتسأل الله عز وجل أن يضاعف لهم الأجر وأن يتقبل منهم وأن يجبر كسرهم. وكل هذا من الأمور الطيبة الحميدة التي سترى بركتها وخيرها وبرها. لا يزال البار في بره تفتح في وجهه أبواب الرحمة، ولن تجد بارا يشقى ببره أبدا. البر لا يوفق له إلا السعداء الأتقياء الرحماء، والراحمون يرحمهم الله، فكيف إذا كانت الرحمة بأولى الناس برحمته وهم الوالدان. فتجد وتجتهد وتستمر على ما أنت عليه من الدعاء للوالدين والاستغفار لهما والترحم عليهما. كذلك أيضا الصدقة عن الوالدين، تتصدق عليهما بالصدقات على قدر ما تملك وقدر ما تستطيع، وقد يكون عند الإنسان ريال واحد لا يملك غيره فيتصدق به على والديه، فيجعل الله أجر هذا الريال يبلغ مئات الألوف. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: سبق درهم 100 درهم، اللهم رب السماوات 7 وما أضلت، ورب الأراضين وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، ورب كل شيء ومليكه إله الأولين والآخرين، فاطر السماوات والأرض يا أرحم الراحمين، نسألك أن ترحم والدينا كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهما رحمة لا عذاب بعدها أبدا، اللهم ارحمهما رحمة لا عذاب بعدها أبدا، اللهم ارحم أحياءهم والطف بهم
ويسر أمورهم واشرح صدورهم واشف مرضاهم وأحسن خاتمتهم وسدد أقوالهم وأعمالهم واجزهم عنا خير ما جزيت والدين عن ولد. اللهم ارحم الأموات منهم، اللهم نور عليهم قبورهم وأفسح لهم فيها، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى لا إله إلا أنت أن تجعل قبورهم روضة من رياض الجنان، وأن تروح عليهم بالروح والريحان، وأن تعيننا على برهم يا كريم يا رحمن. اللهم أنت الله البر لا إله إلا أنت، أريتنا برحمتك عظيم الرحمة لوالدينا أحياء، أريتنا برك بهم وإحسانك إليهم ولطفك بهم. يا إله الأولين والآخرين، كما رحمتهم في حياتهم فارحمهم في قبورهم. اللهم آنس وحشتهم، اللهم آنس وحشتهم ونفس كربتهم. نعوذ بوجهك العظيم أن يعذبوا، نعوذ بوجهك العظيم أن يعذبوا أو يرهنوا بالحقوق إله الأولين أو يستوحشوا. اللهم ارحم ضعف، اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم، اللهم ارفع درجاتهم في الجنات يا أرحم الراحمين، وأوجب لهم عظيم الرحمات يا أكرم الأكرمين. اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدين عن ولد، ضاعف لهم الأجور والطف بهم في القبور، وآمنهم يوم البعث والنشور، وأحسن عاقبتنا وعاقبتهم يا رحيم يا حليم يا غفور. اللهم اجمعنا بهم في جنان النعيم، وأنزلنا وإياهم منازل الرضا والتكريم. لا إله إلا أنت الحليم الرحيم العظيم.